اتعودنا في شهر ديسمبر كده نعرض لحضراتكم ونجهز حلقات مليانه بهجه وايقاعات وغنى مع النجم هشام عباس. من نظره خدني في لحظه دوبنا احنا سوا. 10 سنين ما بتعملش البوم واحنا كاننا ما نزلناش، محدش سمعنا. انت بقى يا باشمهندس المكنه عندك. لا انا اللي ببيع المكنه حضرتك. هشام عباس مقرر وبيعلن يعني ان هو هيبتدي رجيم قاسي جدا. عايز اعمل كيك بوكسنج زي احمد السقا وامير كراره. احنا عندنا فقره اعلانات. انا في اللابوريا في ايه؟ هنبكي عليه. اعترف وراح قايله في الاخر العب يلا. انا هقعد هنا بقى ونقعد نسقف معاك. معكم منى الشاذلي الخميس الساعة 9 مساء على CBC.